الدكتور علي جمعة. يعني وبالفعل إذا أردنا أن نؤسس مستقبلا واعدا فضيلة المفتي فلابد أن نستلهم دروس الماضي، لكن كيف ترى فضيلتك استشراف أفاق المستقبل يعني بعد هذه الثورة التي تحدث عنها الدكتور محمد عمارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له منهج في التغيير، هذا المنهج تعلمنا منه حتى لا نتجرع مرارة الحساب الماضي، أن ننظر إلى المستقبل وأن نضع له أسسا. أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة نظر إلى المستقبل ولم ينظر إلى الماضي. قد يكون كما قال الدكتور عمارة أن النظر إلى الماضي قد يرشدنا إلى ماذا نفعل في المستقبل، وهذا صحيح، ولكن النفس يجب أن تكون وثابة ويجب أن يكون عندها أمل. والماوردي في كتابه الأحكام السلطانية جعل من أركان الدولة الصحيحة الأمل الفسيح، والأمل يحدث غدا، فماذا نفعل غدا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أراد أن يلملم الحال، فوقعت على يده معجزة لا يلتفت إليها كثير من الناس، وهو أنه أزال الأصنام. وكان صلى الله عليه وسلم الأصنام هذه 360 صنم في الكعبة مؤسسة تأسيسا جيدا وليس هشا. نتذكر والأولاد حاولوا إنزال تمثال صدام حسين وهم يفشلون، فيأتي الأمريكي ويستعمل قاعدة الرافعة التي تعلمناها في إعدادي وينزل الصنم. كانت أصنامهم هكذا، ولكن كان رسول الله يضرب بالصنم بمحجنه يعني بعصاته فيسقط. رأى أهل مكة هذا، هذه معجزة ومعجزة كبيرة رآها أهل مكة فدخلوا في دين الله أفواجا. لما جلس معهم للاستشراف المستقبل قال: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعين على مكة عتاب بن أسيد، وعتاب بن أسيد كان عنده 21 سنة، 21 سنة يعني 21 سنة قمرية، يعني يكاد يكون عنده 20 سنة. وعندما خلف وراءه من يؤذن في الحرم جعل ذلك بيد أبي محظورة، وأبو محظورة كان شابا أيضا. إذن لابد من النظر إلى المستقبل كمنهج، ولابد من تمكين الشباب. كثيرا ما نتكلم عن أحدهما ولا نتكلم عن الآخر. عتاب أصبح حاكما لمكة ولم يعني يتهم بقلة خبرته أو بقلة تجربته في الحياة أو كذا إلى آخره. أبو محظور كذلك، وأبو محظور في بداية الأمر كان ضد رسول الله وضد الإسلام ويسخر من الأذان حتى ضرب على صدره. قال: فلم يكن هناك أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأرض. وأبو محظور هذا تولى مهمة من كبار من المهام الكبار، الأذان هذا كان يعني شغلة كبيرة في الدولة وركن ركين فيها لما يترتب عليه بعد ذلك من أمور. نأخذ من هذا ونستخلص وجوب النظر إلى المستقبل بكمية كبيرة بتركيز كبير وتمكين الشباب، لأن تمكين الشباب نحن افتقدناه. إذا أردنا أن ننظر إلى الماضي أيضا من أجل أن نتعلم، وإن كنت يعني إيه أكتفي بما قاله الدكتور عمار لكن أضيف إليه شيء كان غريبا يتعلق بتمكين الشباب، وهو أننا قد افتقدنا الجيل الثاني والثالث والرابع في جميع القيادات في كل مكان.